قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن المفاوضات في فيينا تشهد تقدما وأنه تم حل الملفات الأساسية مع الولايات المتحدة. وأضاف في اجتماع للحكومة الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدرك أن الحوار هو الطريق الأمثل للتعامل مع طهران. السيد بايدن أعلن خلال حملته الانتخابية قبل شهور أنه ينوي العودة إلى الاتفاق النووي، لأنه كان يدرك أن الحوار هو الطريق الأمثل للتعامل مع إيران بعد فشل سياسة الضغوط القصوى. اليوم نرى أنهم عادوا إلى طاولة الحوار. المفاوضات في فيينا تشهد تقدما والملفات الأساسية تم حلها. تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران اليوم اجتماعها الختامي للجولة الخامسة من مباحثات فيينا. وبعد انتهاء الاجتماع يعود ممثلو الدول المشاركة إلى بلدانهم للتشاور قبل العودة إلى مباحثات جديدة. وقالت إيران إن هناك خلافات بشأن قضايا أساسية لا تزال قائمة. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد أعلن أن مفاوضات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود، غير أن القضايا الأساسية بحاجة إلى وقت ودقة لحسمها. ومعنا من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، الموقف الإيراني في الفترة الأخيرة يراوح عند إبقاء يعني نفحة من التفاؤل، ولكن عدم إعطاء نتيجة حاسمة لخلاصات المباحثات. عمليا اليوم ماذا يتوقع أن يكون؟ هل سيكون فعلا هناك عودة لمباحثات جديدة ب يعني نتائج إيجابية يبنى عليها أم ماذا؟ يعني يمكن القول نجلاء بأن كل شيء انتهى. كان من المفترض أن يكون الاجتماع الختامي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور إيران ومجموعة 4+1 بعد دقائق من الآن، ولكن بسبب المشاورات المكثفة في اللحظات الأخيرة تأجل لحوالي ساعة. بعد ساعة من الآن سيعقد في فيينا هذا الاجتماع، وبحسب معلومات ومصادر مطلعة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، يمكنني القول الآن بأن تم التوصل إلى الانتهاء من المسودة النهائية للاتفاق الذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه، لكن حتى الآن لا يزال هناك نقاط عالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه النقاط العالقة هي التي تحول دون الإعلان عن التوصل إلى نتائج نهائية من الجولات الخمس التي حصلت في فيينا. ربما الأمر الآن ينتظر قرارات سياسية في طهران وفي واشنطن أيضا لتحل هذه الخلافات، الذي يعتقد الكثير من المشاركين في مباحثات فيينا أنه لا يمكن حلها من خلال استمرار المباحثات، وإنما تحتاج إلى قرارات سياسية في طهران وفي واشنطن. بحسب المعلومات التي حصلنا عليها تكمن العقدة الآن بشكل أساسي في ربما الآلية التي سيمضي عليها الاتفاق. سترفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات، أو حسب ما صرح اليوم أساسا مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، 90% من العقوبات التي يجب أن ترفعها الإدارة الأمريكية عن إيران وتطالب طهران برفعها تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، ولكن 10% الأخرى ربما هناك جدل بشأنها وهناك نقاش ربما لا يحل من خلال مباحثات. كما ذكرت يحتاج إلى قرارات سياسية. العقدة الأخرى ترتبط بمسألة التحقق من رفع العقوبات الأمريكية. الأمريكيون يطالبون بأن تكون فترة التحقق من قبل إيران قصيرة جدا لأيام، بينما في إيران يتحدثون عن أشهر، وهذه عقدة أخرى تحتاج إلى قرار سياسي هنا في العاصمة الإيرانية ربما، ليتم الخروج باتفاق نهائي يعلن أمام وسائل الإعلام. هذا كما ذكرت، المسودة الآن انتهت، تم التوصل إلى صياغة كاملة. نحتاج إلى قرارات سياسية في طهران وفي واشنطن ليتم الإعلان عن الاتفاق. لا نعلم متى سيتم اتخاذ هكذا قرارات سياسية، لكن بالتأكيد الليلة سيعقد اجتماع نهائي في فيينا، وستعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ هذا القرار السياسي. وعندها ربما نعرف أكثر عن تفاصيل هذه المسودة التي تم أو سيتم التوصل إليها خلال الساعات القليلة المقبلة. شكرا لك حازم كلاس مراسلنا.